الضحك وراه حكايات نكتة وإفيهات وفي ضحكة وراها هاهات في حياة الكوميديانات. الضحكة الحلوة على وشوشهم أسرارهم بس في كواليسهم ومعانا دايما فاكرينهم بالضحكة. الضحكة الحلوة الضحكة الحلوة مع ميرا سامي على نغم أف أم. الضحكة الحلوة شرط علشان تحب إنسان إنه يكون سبب في ضحكتك، وكلمة السر لدخول قلوب الناس هي إنك تكون السبب في ضحكتهم. ضحكة من القلب تهون عليهم يومهم وتبسط حياتهم، وده اللي تميز بيه جداً وبرع في تحقيقه صاحب الضحكة الحلوة نجمنا النهاردة. نجمتنا النهاردة بدأت حياتها الفنية في عشرينات القرن العشرين، بدأت كراقصة بس شايلة على راسها قلة مش شمعدان زي ما كلنا كنا عارفين. وبعد ما برعت في الرقص واشتهرت انضمت لفرقة غنائية، وبعدها المسرح راحت فرقة يوسف وهبي اللي حصرتها في أدوار التراجيدي فما لقيتش نفسها قوي فسابتها وراحت لفرقة الريحاني، ومن هنا بدأت تتعرف ماري مونيب صانعة الشر المبهج وأشهر حما في تاريخ السينما. اتولدت ماري سليم حبيب نصر الله في الشام سنة 1905 تحديداً يوم 11 فبراير، وبعد رحيل والدها جت مصر هي والدتها واستقرت في حي شبرا وعاشت سنين كتير. وفي يوم من الأيام وهي بتعمل زيارة من القاهرة للشام وركب القطر مع والدتها شافت شاب وسيم قاعد في الكرسي اللي قدامهم وتبادلوا نظرات الإعجاب ودق قلبها وحبته حب من أول نظرة. قرب منها الشاب الوسيم وبدأوا يتعرفوا على بعض، وبعد دقايق من الكلام قرروا يتجوزوا وسافروا لبيروت واشتغلوا هناك وكسبوا فلوس كتير وبقى عندهم ولدين فؤاد وبديع. لكن بعد ما جوزها فوزي منيب نجح في عمله جدا وبقى غني ومستقر ماديا سابها وراح اتجوز بنت تانية وحصل الانفصال، لكن فضلت ماري تحمل اسمه اللي عرفها بجمهورها ماري منيب. في نفس الوقت اتوفت اختها فقررت ماري انها تربي ولاد اختها مع اولادها، فعرض عليها زوج اختها الراحله أستاذ فهمي عبد السلام إنه يتجوزها، فوافقت على طول عشان تفضل جنب ولاد أختها لأنهم أطفال ومحتاجين الرعاية. في تلاتينات القرن العشرين بدأت ماري منيب مسيرتها في السينما وعملت لنفسها مساحة جديدة جداً أبدعت فيها وما كانش حد يجرؤ ينافسها فيها، وكانت بتضيف إفيهات تميزها وقدرت إنها تصنع علاقة بينها وبين المشاهدين بإفيه زي مدام الشابة مننا محافظة على نفسها ما يهمهاش كلام الناس، والإفيه الأشهر على الإطلاق أنا أمك مدوبهم اتنين، وطبعاً بضحكتها الحلوة شكلت صورة ذهنية للحما في أذهان المشاهدين. ولغاية النهاردة مستحيل تسمع كلمة حما وما تفتكرش خفة دم ماري منيب، لدرجة إن في ناس لغاية النهاردة بتربط ما بين شخصية الحما وشخصيتها الحقيقية. قدمت ماري منيب 200 فيلم منهم الحموات الفاتنات، حماتي قنبلة ذرية، حماتي ملاك، ولعبة الست، حكاية جواز، ولصوص لكن ظرفاء. ولما وصل عمرها ال 64 سنة كانت وقتها بتقدم مسرحية إبليس وتعبت جدا لدرجة إنها اتنقلت للمستشفى، ولمدة 6 شهور فضلت تصارع المرض لغاية ما فرقت الحياة في 21 يناير 1969. لكن سابت لنا رصيد هائل من الأعمال الفنية المبهجة وعدد ضخم من الإفيهات اللي لازم تفتكرها كل ما تشوف حماتها. كنت معاكم ميرا سامي على نغم أف أم، هستنيكم كل يوم في نفس الميعاد هنحكي عن شخصية عايشة جوانا من زمن فات وبنفتكرها أول ما بنسمع الضحكة الحلوة. الضحكة الحلوة كنتم مع الضحكة الحلوة مع ميرا سامي على الضحكة الحلوة.